بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين مش حزهق مش حزهق إن أقول رمضان شهر عبادة لا شهر عزايم ولا مسلسلات لا شهر عزايم ولا مسلسلات شهر عبادة رست كده 11 شهر اعمل اللي انت عايزه لكن الشهر ده شهر عبادة هنتكلم عن فضيلة الصدق النهاردة الصدق طبعا فضيله كل الناس يعني حتى واحنا اطفال قد كده في المدرسه يقول لك الصدق منجا يعني لو تقول الحق مش هيحصل حاجه كان النظر بتاعنا دايما يسمعنا الكلمه دي قبل ما ابتدي في الصدق لما بنلاقي متقابلات في القران نفهم منها هقول متقابل الاول وبعدين اخش في الصدق بعد كده ولئن شكرتم لازيدنكم بص بعدها بقى ايه؟ ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. يعني نهار ابيض، يعني يا رب الشكر عكسه الكفر اه. اللي هيشكر حزيده طب عكسه الكفر ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. عكس الصدق ايه؟ في الايه ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين تخيل منافق عكس الصادق الصادق خاصه منافق وفعلا وفعلا لو انا مش عاجبني واضح وحقوله انا صادق لا انا حلتوي واقول يا سلام ايه الجمال والعظمه دي انا منافق وكل واحد يراجع نفسه لان ربنا مش هيرحم المنافق مش هيرحمه مين زعيم المنافقين في الكرة الأرضية عبد الله بن أبي بن سلول اللي قال على السيدة عائشة ما قيل